حياكم الله مشاهدينا الأعزاء في برنامج سالفتنا. سالفتنا اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن موضوع جدا مهم ومنتشر في جميع المجتمعات اللي هو موضوع التنمر. بداية أنا أرحب بضيوفي، حياك الله. شلونك؟ والله يا أهلا جراح على فيك. نبي ندش على طول موضوع التنمر، وللأسف منتشر بشكل كبير. صحيح. في جميع المجتمعات، مو بس مجتمعنا. والمشكلة الأكبر أن ما نعرف تأثير التنمر شنو ممكن يأثر على الشخص. فودي بلش معك عبد العزيز. أنا والله ودي نتكلم شوي عن وين يبلش التنمر. تمام. طبعا التنمر هو كمصطلح، هو مصطلح حديث نوعا ما، يعني صحيح. ما إحنا ما قمنا نسمع فيه إلا بعد ما طلعت السوشيال ميديا، وبعد صحيح. ما يعني صار فيه الفكرة واحدة بس إن بس الفكرة موجودة من زمان، يعني من أيام الخليقة في التنمر. بس يمكن يبلش التنمر أول شيء بالأسرة. أنا أشوف يعني إحنا كأشخاص لما نكون في بيت عندنا أخوان خوات، عندنا أقرباء، عندنا أصدقاء سواء من المنطقة أو، ونشوف إن نبدأ نتكلم مع بعض بالصفات، المتين الضعيف ما أدري شنو، فدائما الناس تربط هذا الشيء خفة الدم، فإن هذا شخص اجتماعي، هذا شخص يضحك، فيبدون يتساهلون إن شخص حضوره يونس، ملك القعدة، ملك القعدة، يعني شخص ود الناس ترافجه لأنه دمه خفيف. فحيل في بعض المزايا نقدر نقول بظاهرها، وهي مو مزايا، أنا أشوفها يعني هي جدا يعني لقدام راح تأثر بنفسيات أشخاص، راح تأثر في مستقبل أشخاص، قد يغير مسار حياته والسبب أنه تعرض لمجموعة من هذه المواقف. فأشوف أنه بداية بالأسرة تهاونوا مع الشيء، استسهلونه، وبعدين كل ما الشخص كبر كل ما زادت أدواته وزادت الدوائر اللي يكون فيها، مدرسة، نادي، ولا تنسون أنه في بعض مؤثرات خارجية اللي هي الكبار. لما أنا أشوف شخص أكبر مني ضغيط ويونس يصير قدوة التنمر، يصير هذا الشخص ملهم، يعني أنا أبي أخذ منه ألفاظ، أخذ منه مصطلحات عشان أقولها حق ربعي بعد شوي، صحيح، ويضحكون. فهني تبلش تساهل، وإن ما في، وأنا ما أقول لك في مجتمع ملائكي، لا، ولكن على الأقل في بعض الأسر ما نعمم الكل، بالعكس تلاحظ هالشيء، إن يكون عندهم ضوء أخذ أحمر بالنسبة للتنمر، تحس إن وتحاول تفهم عيالهم، إيه إن هذا ترى أنت ليش تقول كذي، شنو تقصد؟ يعني مثلا هذا خلقة الله مثلا، صحيح، أو أنت إذا 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 زعلت الشخص اللي قدامك شنو تستفيد؟ صح، مثل ما قلنا إن في أشخاص يقول أنا ما أزعل، ليش هذا يزعل؟ مشكلتك، مو مشكلة، أنا صدر، خلي صدرك وسيع، في ناس ما عندهم مشكلة خطأ. فأعتقد كذي تساهل. تمام. بالضبط. شنو رأيك؟ وين؟ ما يلوسها. أنت جاء الأشخاص المتنمرين قدام الأب، ممكن الأب يضحكون. إيه. إنه يشجعون على التنمر. إيه يضحك وناس أيها الأضغط ما أدري شو. بس مستقبل ممكن هذا الطفل يصير عدواني أكثر. أوكي. اتجاه غير، يعني يصير فيه له اثر نفسي. طبعا مستقبل هذا الشخص كما يمشي يتنمر، شوف هذا، شوف لابس، شوف شلون يمشي. فدور الاسره اهم من اي دور، حتى اهم من المدرسه، اهم الماضي، ما اهمش دور المدرسه. مكمل، دور مكمل. صحيح. بس البيت انت قاعد 10 ساعات، 12 ساعة في البيت، امك وابوك اخوانك، اذا ما كان في وعي كامل راح المدرسة ما راح تقدر تتخطى او تعالج هذا النقص. هذا النقص. صحيح. صحيح. فدور الأسرة أهم الأدوار، وبعدها دور المدرسة، دور المسجد، دور التلفزيون، الإعلام، النواة، إيش ما،
صحيح ما تغني شغلي صحيح. ان شاء الله في سؤال عن دور الاعلام بس لما تكلمت عبد العزيز في سبحان الله طلع سؤال براس، شلون اعرف او افرق بين التنمر مثلا والضحك مع خفة الدم؟ اي مثلا او الميانه مثلا. اي انا اقول لك خفة الدم اولا ما تدش بالخلقه، ما تدش بالجسم، ما تدش بالصفات اللي بالشخص نفسه، لان هذا قالوها اصلا يعني ايام قبل حصص الدين تعلمنا ان لا تنابزوا بالالقاب. صحيح. فاحنا للاسف عندنا قيم اسلاميه تساعد على حل هالمشكله، عندنا قيم مجتمعيه المفروض نعرف شنو الصح شنو الغلط، نحشم الكبير نعطف على الصغير، في كثير صفات احنا اصلا المفروض يكونوا موجودين في المجتمع، ولكن للاسف يعني ما نستعين فيهم ونتساهل بالموضوع. فخفه الدم هي تكون خفه موقف، كوميديا الموقف، يعني مثلا نسيت شغله مثلا او يعني الموقف نفسه. اي مو ان اتكلم على الشخص مثلا، مو على الخلقه حتى لو كانت يعني احنا كاشخاص انا اشوف ان ساعات يزل لسالنا لان متعودين ان ناخذ راحتنا مع محيط معين. صحيح. يعني مثلا انا اكون مع اصدقاء معينين اثنين ثلاثه بالنومه، مو مخليهم بحالهم، نايم فيهم نوم. صح. واذا طلعت مثلا المجتمع اكبر شوي لا لا رزان يعني امسك نفسي شوي وما اضغط، ولكن لابد انك يزل لسانك اللي تعودت في هذه الاشياء. فانا اشوف ان الكوميديا او خفه الدم يفصل بينها وبين التنمر خيط رفيع. يعني لازم الواحد يكون واعي هل هذا الشيء يعني تنمر ولا موقف يسيء او يلطف الجو ويلطف يكون كوميديا موقف مو كوميديا بالشكل او الخلقه. تمام. زين الاثر النفسي، لان تكلمت انه ممكن راح ياثر على الشخص المستقبل، شنو ممكن الاثار اللي تصير على الشخص؟ انت ممكن تخاف من نفسية اصلا. هل ممكن ان الشخص يصير هو متنمر بشكل كبير؟ لا ولا لا هو ممكن حتى الشخصية ممكن من تفهم ما يسموه يعكس تنمر الاخرين عشان يغطي جانب أثناء سيء فيه، لكن مو معناها أننا شخص. شنو تجاربك مع التنمر يا عقوب؟ والله شوف احنا ذوي الآخر بالذات الوعي المجتمعي كمعارضين ذوي الآخر ما في وعي كامل، فلما يشوفك شخص يشوفك مختلف شلون يمشي شلون يتكلم شلون هذا انا ما اضايق منه كثر ما يكسر خاطري. ليش؟ ما في وعي. صحيح. ان التجارة هذا ضحيه مجتمع ما علمنا يجب قبول الاشخاص المختلفين عنه. بالفعل بالفعل. بس شيء غيري ممكن ما يطمن فيه. صحيح. صح صحيح. انه يصير هذا حاجز انه يخليه خلاص ما يعيش ممكن يكسر مجازيفه. وايد مواقف يومية تمر علي. لا عادي صحيح. ليش؟ كبر السن ثقافة أشياء اكتسبتها من التجارب، اختلطت الناس في العمل في الجامعة، فعندي رأي إن هذا مش خلل فيني أنا، خلد الشخص اللي مجنب. صحيح. مو فاهمين القصة، مو فاهمين حالة، لكن اللي أصغر مني اللي طفل مراهقة ممكن يتأثر بشكل ممكن يأثر أي تأثير يعني يخليه شخص. صح. حظنا من داخل. صحيح. يعطيك العافية. إن شاء الله نكمل بس ناخذ فاصل وردين. حياكم الله مشاهدينا الاعزاء مره ثانيه، ونرجع مع يعقوب. يعقوب عندي سؤال واتمنى تجاوب عليه بكل صراحه. الكل طبعا. هل انت شخصيه متنمره؟ لا.
نهائي ولا جربت ولا فتره من فترات حياتك؟ اي يعني مثلا ايام الصغر مو كنت اتنمى اضحك مع واحد يعني جدا خفيفه خلاص اغيرها شوي اقول لك هل استمتعت وانت تتنمر؟ ايه شوي الموضوع يعني إيه؟ شوي يعني ايه في يعني ما كان بس لعب كثره الضغط مو قصدك انك تجرح الشخص نفسه بس هل في فتره من الفترات غيرت الاسلوب؟ حسيت ان هالشيء انه غلط اللي قاعد اسويه او شيء ولا انت اصلا ما كنت تستخدم مع اي احد؟ انا اشوفك استخدمه فترات طويله يعني ما اكون بشكل يومي اجل جدك يعني كل فتره طويله ما اخذ بالي ان هذا شيء سيء او ممكن اضايق يقول لن سويت ذي خطا اوكي يعني نقدر نقول لاعب هاوي ما دشيت الاحتراف لا مو كلش زين صح هاوي نشوف عبد العزيز والله لا والله انا اعترف صراحه انا في يعني انت الاحتراف فتره من الفترات بالفعل فتره من الفترات يعني يمكن بدايه المتوسطه او يمكن اخر الابتدائي اتوقع هي مرحله المراهقه تكون يمكن هي مرحله المراهقه ومرحله ما بعدها انك تشوف قدوات تشوف اكبر منك تدري يعني لما دشينا المدرسه قمنا نشوف اللي ثاني اللي ثالث اللي رابع كل ما نشوف الكباريه دائما صح لما نصير احنا الكباريه بالضبط فنطبق اللي استفدنا منه وصلنا اعتقد بدايه المتوسطه بديت احس اني انا فعلا يعني قاعد امارس هذا الاسلوب من غير وعي يعني ما كنت قلت لك انا قبل يعني ما كان في ثقافه ما كنا نعرف اصلا شنو يعني تنمر خصوصا لما يكون بين طلبه مو بين صح. مثلا طالب ومدرس انك مثلا رفيجي هذا قاعد اضحك وياه فواحد بنفس الصف ونفس المرحله يمكن كنا نتساهل وما كان عندنا الوعي الكافي فاحد الاشخاص يمكن هو الشخص اللي انا كان فارق بالنسبه لي اوكي لانه كان اول شيء ما كان يضحك تمام بعدين بديت استوعب انه هو ترى ما يضحك يعني هذه البدايه ما حسيت ان قطتي مثلا لا لازم بايخه لازم ازيد شوي اي لازم ازيد اي طبعا أوكي. طبعا لازم ادائي يتحسن شوي بعدين يقول لي يوم من الايام عقب يمكن كم شهر قال لي ترى وانا دائما اذا بضغط هذا الشخص اسلم السلام عليكم شلونك تجي وابلش ما شاء الله البدايه مثلا لازم سلام فقال لي كثر السلام يقلل المعرفه اوكي يعني بمعنى لا تسلم علي وما بيعرفك انت شخص غير مرغوب بالضبط هاي تجربه قاسيه لما تحس بنفسك انت شخص غير مرغوب مو بس غير مرغوب الشخص يشيل هم انه بيشوفك يوم ثاني خصوصا انه شخص دائما انت راح تشوفه فانا حسيت وانت تعتقد بينك وبين نفسك بالعكس انا كوميدي ما كان ببالي كلش هذه الاحاسيس بس بعدين لما شفت هذا الشخص وقفني وقال ترى هذا ما يضحك وانت قاعد تضايقني قلت يعني اول مره مر بالموقف فقمت عاد احاسب منو اتغشمر معاه منو يعني شو اعدل اسلوبي فاشكر هذا الشخص صراحه انه وقفني عند حد فتره من الفترات نورك على هالموضوع بس الواحد محتاج نصح محتاج صدمه صح عشان يحس انه اللي جاء سوي خطا ممكن هو من باب حسنية قسمة بس لما شخص يصدمك يعني يقول لا في شيء خطأ عظيم وهو المشكلة أن يعني مثل ما تكلمنا أن إحنا أصلا ما نعرف شنو التنمر ما كان واعي يعني إحنا أساسا ولا أكثر الدواوين أكثر الجامعات أكثر الأمور هذه 90% لازم يصير فيها تنمر ولما يصير وإذا زعلت لا انت ليش تزعل؟ صح انت الغلطان يعني انت الغلطان شلون احنا قاعدين نضحك ما نفكر بتبعات هالشيء اي يعني لا ليش انت قاعد تزعل؟ وهذا يمكن يوديني الى سؤال انه شلون شايفين دور الاعلام؟ اي يعني والله الاعلام صراحه جراح يعني مثل ما قلت لك قبل احنا ما عندنا مفهوم التنمر ما عندنا مفهوم ان الشخص يضايق هذا الشخص باختلافه بس لما نرد مسلسلات قبل مسرحيات قبل كان فيها نوع من التنمر صحيح يعني احنا لازلنا نضحك على التنمر احس لازلنا نضحك على امور معينه بهذه الاعمال
احنا طبعا ما نقدر ننساها هذه اعمال خالدة بالفعل، ولكن الا ما تشوف انه فعلا تنمر، ما تشوف بعض المواقف اي تشجع على التنمر. وبعدين طبعا الاعلام الحديث هذا حدث ولا حرج يعني. هذا اوكي شايف انه زاد الموضوع زاد بشكل كبير، لان زادت الحريات يعني. قبل ترى الحريه مو دائما تكون ايجابيه يعني، الحريه نقصد مو عن اللي هو خلاص كل شيء دم في سبيتش على قولتهم. الحريه ان انت ما عندك خطوات تمشي عليها قبل لا تنشر محتوى. يعني قبل كان في ورشه عمل لكتابه نص مثلا، او فريق لعمل برنامج او لعمل مبادره اعلاميه. الحين واحد عنده تليفون عنده يوزر نيم ببلاش عادي يسوي لك ايميل بدقيقه وحط لك شانل. وشفت ان للاسف التنمر هو الترندنج اللي ماكل يعني، هو اللي يضرب عند الناس للاسف. فالتنمر الحين يعني قاعد يكون وسيله للشهره، صار وسيله للشهره وسيله للمال بالفعل يعني. اكثر المشاهير حاليا فعلا لما نشوف المحتوى ماله هو عباره عن مجموعه متنمرين. صحيح. او واحد قاعد يتنمر على اللي حوالينا. صحيح. مشاهدات غير المسلسلات وطبعا مثل ما قلت والبرامج الاعلاميه اللي ايضا يعني تشهر هذيل الناس، تستضيفهم، تعاملهم كمعامله شخص منجز، شخص اعلانات مبدع. غير الشركات تروح حق ال أحد المشاهير متنمر تضافه على الغلمة إيه، لأنه يقولك عنده أرقام. إحنا قاعد نتكلم بلغة الأرقام للأسف. صارت أنت حق الناس السيئة. صحيح. النماذج الإيجابية اختفت تغيير بطريقة ممتازة. صارت النموذج السيء هو اللي ماشي. هذا يخليني نقول حق الإعلام مو بس الإعلام الكويتي، الإعلام بكل من العالم عليكم مسؤولية أخلاقية في هذا الأمر. صحيح صحيح. وهو مو كله سلبي، لأن في بعض الأعمال يعني الفنية وخصوصا المسلسلات مثلا والأفلام يتكلمون عن موضوع التنمر، وصراحة أنا أشوف هذا شيء جدا إيجابي. لأن بدأ يوعينا على سالفة التنمر. لما تشوف مثلا مسلسل شلون الشخص يتأثر من تنمر الناس اللي حوالينا. صح صح صح. فهذا ممكن يكون يسلط الضوء على الآثار اللي تصير بالضبط عقب الأخيرة. شفنا دراما ممتازة، شفنا مشاهد درامية ممتازة. أنا ما أقول لك إنه مثل ما قلت ممكن مشهد بسيط عن محاضرات. المحاضرات هذا شفنا في إيجابيات، بس هناك مشكلة حاجة أكثر. صح. إن نحس إن هذا ترى خطر، هذا مو شيء سهل بالفعل. أنا أعتقد جدا مهم اللي قال الجراح، إن الأعمال اللي قاعد تركز على الصحة العقلية، مو الصحة العقلية، الصحة النفسية. الصحة النفسية وشلون الشخص يكون تحت ضغوط، حتى لو احنا نشوفها بمنظورنا ضغوط بسيطة او سهلة، في ناس مختلفين. احنا مجتمع متنوع يشوف هذه المشكلة وهذه انه عادي، لا يشوفها بشكل اكبر. أيه. سبب له مشكلة اكبر. فاحنا متنوعين باختلافنا طبعا. وعلى فكرة بخصوص بس بشكل مختصر عبد العزيز، اكيد أيه. القطاع الخاص هم عليه مسؤوليه كبيره، المفروض ما يعطي رعايات وما يعطي دعم. حلو. يعني هذه لهذه الاصوات الحلول، لان المفروض الشخص ايضا الشعب او المجتمع يقاطع هذه البراندات بالضبط عشان تتادب يوصل وما تدعم هذه الاصوات. صحيح. يعطيك العافيه. يعطيكم العافيه، اليوم استمتعت وياك بصراحه. الموضوع جدا مهم. أكيد. ان شاء الله الناس عاد تبلش شيق الحوار. شكرا لكم ونشوفكم ان شاء الله مره ثانيه. في امان الله.